احنا النهارده في اول بازار بتنظمه شركه العروبه في مول العروبه في برج العرب. هدفنا من البازار ده كان ان احنا نشجع الصناعه المصريه، ف 99% من المنتجات اللي نازله معانا في البازار كلها صناعه مصريه، وكمان عشان احنا دايما بنحب خدمه المجتمع، وشركه العروبه متعوده دايما على خدمه المجتمع. فمعانا مؤسستين كبار اللي هم انا مصرويه وتدريب مصر، ودول مؤسستين خيريتين بيعلموا الناس ازاي يبقى لها حرفه تعملها بايديها وتبيعها. واحنا في البازار ده حاولنا نساعد الناس دي لان منتجاتها فعلا ممتازه، ان احنا بنساعدهم ازاي يسوقوا المنتجات بتاعتهم. وان شاء الله نشوفكم في البازار الجاي. احنا مؤسسه انا مصرويه، مؤسسه تنمويه خيريه هدفها خيري، جايين هنا نعرض الشغل بتاعنا كله اعمال يدويه، طبعا صنع في مصر واعمال يدويه. الهدف منها مش العائد المادي، الهدف منها الاساسي هو ان نثبت ان كل ست تقدر تشتغل من بيتها ويبقى مشروعها من بيتها. والمشروع بتاعنا اساسا هو ازاي تعملي مشروعك من بيتك. احنا ساكنين في الكومباوند في العروبه، فاحنا في ميزه جميله ان في عروبه نيوز على طول ابديتنج، على طول اي اخبار اي حاجه. فطبعا كلنا عرفنا وجينا يعني نشوف البازار. ميزه في ان هو البازار ده ان هو مجمعنا، يعني ادي اول حاجه ان احنا كلنا رايحين امتى جايين امتى، فدي ميزه انها مجمعانا. وتاني حاجه انا شايفه انها فكره حلوه جدا جدا يعني، ومتنوعه، يعني اللي فيه بيرفيومز، فيه كفي فوت في منتهى الجمال، وتشجيع للصناعه المصريه بقى. اسمي احمد فؤاد، سيراميك ديزاينر، وعندي براند بعمل فيه منتجات للتيبل وير والاكسسوارز من الخزف، اسم البراند ده شادوز. بقول لكل المشاركين والعارضين يعني شكرا لتواجدكم، وميرسي لشركه العروبه. احنا اول مره نشارك في المعرض في كارفور العروبه، و الحقيقة كنا مبسوطين بتواجد كل العارضين والجمهور اللي شاركنا المعرض، ونتمنى إن شاء الله في المرات اللي جاية نشارككم يعني. وكان الحمد لله معرض ناجح، وربنا يوفقنا كلنا في المرات اللي جاية.